يا فير بلاي، نبداو في استقبال مكالماتكم. اكيد نحكيو على المنتخب الوطني التونسي، مقابله تونس مالي، تونس الجزائر، تونس الكونغو. شنو رايكم في اداء المنتخب خلال الثلاث مقابلات؟ كذلك تنجموا تعطينا التفاصيل الكل، تكلمونا على 71 725 ألف، نعطيكم رقم جديد. شكرا لمكالماتكم كثيفة، أكيد برشا تليفونات، نحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم من العباد، نحاولوا نختصروا. معنا أول تليفون، سيلمونجي أهلا بيك. مونجي ألو مرحبا بيك سيلمونجي، موجود معنا على المباشر. راوف سيراوف، سامحني سيراوف، مرحبا بيك سيراوف، مين تكلم فينا سيراوف؟ بالمحاضرة أخوي. مرحبا، نتشرفوا. دونك حبيت تحكي على المنتخب باختصار سي رؤوف، خاطر عندنا برشا مكالمات نحاول نعديو له ماكسيموم نتاع العباد باش تعطي رايها في المنتخب. خويا الغالي يا اخي، ما عندناش جوالات في تونس في الجمعيات، جايبين جوالات في الموند، معناها درب الترجي مش تابع المنتخب، اقوى منه المنتخب، شبه عليه المنتخب، خويا معناها جايبين جوالات، معناها وهبي الغزري باندي علينا يا اخي، معناها مش بزيط. معناها ما نقعد بيها تانا، ما عندناش الكافيات الجواريات في تونس، بالجبال جبالنا جواريات من برا، الثلاثة جوا بارتيات حموم الثلاثة بارتيات، عملوا لك كركيرة جماعة الجزائر، ما تجيش يا ربحنا زوز ماتشوات. لا انا الماتش تاع البارح اخر دقيقة والكونغو، لا سلحني بشوف انت تفرج وشوف صاحبي الترجي حطيته بالدرب حكايه فارغه، خلي زي في القومي حموه صاحبي الغالي، واضح. ونخليهم كنا بالله خويا اسلام، عندي ملاحظه صغيره خويا الغالي، تفضل مرحبا. ايمن بن نور مدافع تحفور ونحبوه من هنا، ويجي في الرجون يقول لك ان شاء الله الاهلي تربح الترجي، عيب نقول له عيب. ولا ولد مش موضوعنا رؤوف، يعطيك الصحة. اي نعم سامحني خويا غالي، سامحني خويا، يعطيك الصحة، شكرا ليك. شكرا ليك رؤوف، نواصلوا في استقبال مكالماتكم. موجود معنا بالتليفون المكالمة الثانية، موجود معنا عفيف بالتليفون. عفيف اهلا بيك. اهلا وسهلا خويا اسلام، مرحبا. اهلا وسهلا، منين تكلم فينا عفيف؟ انا نتكلم فيك من المليهلة خويا. مرحبا بك عفيف، مرحبا بالناس الكل يسمعوا فينا في المليهلة وفي حي انطلاقة والتضامن والناس الكل. ربي يبارك لك عايش خويا. تفضل عفيف. انا حبيت ليكيب ناسيونال تو تفرجت، انا كمتفرج مواطن عادي تفرجت في ليكيب ناسيونال ونتبع فيها ونحبها الناس الكل. ثلاثة ماتشوات بصراحة نشوفوا في شبحها نتاع منتخب. نشوفوا في، انا واحد من الناس نشوف في لاعبين عندهم دي كاليتي ما شاء الله بالكدا. تبقينا التوظيف نتاعهم بصراحة ما كانش، يعني تجيب انت لاعبين مع بعضهم الكل تدخلهم يعني في ليكيب ناسيونال، شنو باش تنتظر يعني؟ باش تنتظر يعني نتيجة يعني باهرة؟ اللاعبين نشوفوا مساكن معناها بصراحة، معناها السياسة نتاع دخول المنتخب نتاع شبان اللاعبية بصراحة يعني نشوف فيها أنا سياسة عقيمة، ما توصلكش اللي تحب عليه معناها، فهمتني؟ لازم تكون عندك منتخب يعني يكور بالكدا وكذا، كل مرة تجيب لاعب زوز تدخلهم يعطيوك الإضافة، ثلاثة لاعبية يعطيوك الإضافة. انت داخل ستة وسبعة ملاعبية هما كل واحد تقريبا عفيف تقريبا هذا اللي حكيناه انا ونيس العياري، ما نعرفش كان تبعتنا فيها ولا لا. سمعت يعني عبارة، والله قاعد نتفرج يعني عبارة جوالات جاي تست يعني جاي في المباراة باش يتستيهم هنا، ومن ناحية يقول لك بالله سمعني، من ناحية يقول لك الوقت ما عادش عندي وقت، ومن ناحية كل مرة يجيب لك جوالات برشا جوالات يجيب فيها مع بعضها صراحة ما يعطيوش نتيجة بكل صدق. هذه حاجة حاجة أخرى يعني في ما عرفتش انا توافقوني فيها ولا كفنيين، انا فهمت تو المكتب الجامعي بصراحه لازم يتحمل هو المسؤوليه، المدرب ما باش يجي مش باش يجي راه يقول لك نحيني ولا كذا، المكتب الجامعي هو لازم يتحمل مسؤوليته ويعطي فرصه للمدربين الشبان اللي لاصقوا في البطوله التونسيه وخليه بصمه. مثلاً انا مثلا واحد من الناس معناها تبارك الله عليه الاسعد الشابي هذا الجرد هذا معناها كي شد كثير معناها خذا بصمه، لعب مع كيبات كبار ووقفهم وما نجمش نقاومهم، فهمتني؟ خلى بصمه في بالله سامحني، انا مدر قبيل على العين والراس وكل شيء، تبقينا يا اخي شنو تاريخ مدر قبيل؟ شد النجم الساحلي يعني خلى فيها تاريخ، النجم الساحلي شد نادي بالزرقي خلى فيها تاريخ، هاز سكوب كمان مع السيابي باهي، هاز سكوب باهي على العين وعلى الراس، هاز سكوب، لكن كنتيجه ما خليش تاريخ يعني كسيزون كامله، الكوب تشوف احنا توا سي تي مترشح الفينال
مقياس يعني بسيط. يعطيك الصحة عفيف، خلينا ناخذ مثال صباح لعباد العبيد المستمعين. باهي تكمل مثال شاي. هذا بالله ماذا بينا ما نرجعوش للتالي، معناها إذا نحيو منظر كبير نرجعوا معلول، إذا نحيو معلول نحطوا كنزاري، إذا نحيو كنزاري نرجعوا منظر كبير. يا أخي معلول يعني فضحنا في المونديال، وكل معناها اللاعب العقيم في الاخر يجي يقول لك انا ندخل في اللعبيه نستخير وندخل الملاعبي، ومعناها يقول لك انا فخور معناها في المونديال ماركيت بونتو، معناها بصراحه ما نجمش نخرج للتالي. معناها عاطي كيما اللي معناها المدرب راه زاد كيما جو وقت اللي يتالق ويظهر روحه ويزم هذا احنا معناها يقول لك السيناريو هذا. واضح، يعطيك الصحه، شكرا لك عفيف. نمشيو للمكالمه الثانيه، تنجموا تكلمونا نذكر على 71 725000، 71 725000. رضا معنا بالتليفون. رضا اهلا بك. الو مرحبا بك. توفيق. توفيق هكا؟ توفيق خويا سلام لاباس. مرحبا بك، منين تكلم فينا توفيق؟ المهدية، كرك المهدية. مرحبا بك والكل اللي يسمعوا فينا في المهدية. عايشك عايشني بالله. والسواحل يا الكل. ومنهم زميلتنا في الإخراج منال ساسي. ويني أنا مكشخ، أنا مع على فكرة أنا مكشخ. آه مهداوي ومكشخ، مرحبا بك خويا. مكشخ أنا كنت السيد اللي كان يحكي تو، لا بالمعلول يعني ما صار. أنا نعطيك حاجة يا خويا سلام، ثم ثلاثة أنواع في المدربين. أي. ثم مدرب مكون. مكون معناته نتاع شبان وواحد، وثم مدرب نتاع جمعية، وثم سيليكسيونير. في منظر كبير مكون معناته مع كامل احترامتي ليه ويعجبني وإنسان خلوق ومتربي وكل شيء، أما ماهوش فريق قومي وحتى في الجمعيات ما نجح حتى في الجمعية. إنسان نتاع مكون شبان نورمالمون يتعدى بس ناس الشابة في الفريق قومي وكل شيء. وبعد الدرج بشيء بشيء حتى لين يوصل ياخذ فرصه مثلا كيما كنزاري ولا. نرجع لحكايه في نبيل معلول. انا مع كامل احتراماتي اي مدرب تونسي، انا احسن مدرب عندي انا نبيل معلول. واضح. تعرفش عليه؟ عليك. نبيل معلول قبل كنت طلع نبيل بارتيات عملناها مع اسبانيا والبرتغال كذا كذا كذا. برك الله شفنا كل وقت اللي تضرب له احسن جوار في الصوف في الوقت هذاك اللي احسن جوار ريسك عندي انا في العرب وفي هو يوسف المساكي. يوسف المساكي هذا وزيد تضرب له اذا تضرب له هذا في التوب احسن مهاجم. صحيح. انت ايش حب يعمل؟ صحيح. صدقني قسم بالله اللي كاليتيها هذوما خلي عليهم عليهم وتبارك الله عليهم هذوما اللي جاوا ناقصين توظيف لا اكثر ولا اقل. ومعنا بالمعلوم حسب قناعتي انا وحسب انا نتاع قبل 2018 كان يريناها نبي المعلول هذه الكتابيه ترجع واحسن وكيف فهمني وصلت على الطالية اخرى فهمني مع كامل احتراماتي لاي انسان فهمني وبارك الله فيك. واضح، يعطيك الصحة. شكرا لك توفيق ولكل مستمعينا في المهدية. نمشي للتليفون الجاي معنا محمد. نذكر تكلمونا على 71 725000. منال ساسي في استقبال مناك مكالماتكم وكذلك تقوى المديوني. محمد اهلا بك. اهلا بك سلام. مرحبا اخويا، منين تكلم فينا سي محمد؟ عايشك من منوب. مرحبا بك محمد وكل مستمعينا في منوب، تفضل محمد. عايشك والله. فترة المشكلة مش في نبدلوا مدرب ولا ما نغيروش مدرب صراحة، خاطر إذا كان باش تغير مدرب احنا لازم نجيب مدرب دو كاليبر. معناتها احنا شفنا كي جبنا لومير معناتها فريمو عمل ستركتور للكرة الكرة التونسية. محمد دو كاليبر اش معناها محمد؟ مدرب كبير عالمي معناها؟ معناتها تحط الباكو يخلصوا برشا فلوس محمد. عندك فكرة قداش يخلصوا مدربين معناها تقريبا مثلا جيريتسكي في المغرب ولا يوزيتش في الجزائر يوصلوا حتى معناتها 500 مليون في الشهر معناها جيريتسكي كان ياخذ 500 مليون في الشهر معناها. سامحني يا سلام انت تعرف اللي مثال في المغرب الديوان الملكي هو يخلص فيه معناتها ومعناتها حتى الوزاره تخلص على فكره الوزاره تخلص مدربين. لا نعرف اما كمام احنا كي جبنا لومير صراحه نشوف النجاحات اللي جت الكره التونسيه كلها جت بعد لومير معناتها الاسبيرونسي لا دوميني تشامبيونز ليغ ليتوال هزت الصفاق ولد في الكاف تونس ولد تشارك الكل وكل شيء خاطر فريمو عمل ستركتير الكره التونسيه هذا ما نجموش نتغاضوا عليه كل شيء. وزيد حاجه اخرى لومير كي اخذ طاقم تونسي كيما السيد كان يحكي نبيل معلول وكل شيء يقول احنا شربوا صنع وقت عمل لومير نتاع 5 بيفو كور بيه معناتها جاب لنا فايده جديده في الكوره كل شيء. اذا كان مش خموا في مدرب كبير برشا كل شيء سي با مثلا باش نبدلوا المدرب ناخذوا هذوما نجموا نزيدوا زوز دو ستاف كيما خدم وقتها نبيل يكبر في الستاف نتاعو نزيدوا زوز ما نعرفش اللي باش يكون ونخدموا اكثر. اما صراحه كان باش نخموا لازم نخموا كبير احنا عندنا اللي موجودين
وان بليس راه ما نحملوش خساره خساره الجزائر مش ريبير صراحه سلام عليك برك عليك كارت كوره وتعرف اللي جوارات الجزائريه هبطوا باش يربحوا ومش احنا نطلبوا القرار والمقرا جواراتنا ما حبوش يربحوا يلعبوا في ماتش عادي باركونت الاخرين ما هو اللي هبطنا بها الشيما تكتيك معناتها علاش تبدل انت علاش تبدل ما هو كل حاجه ماشيين فيها كمل فيها جست حاجه بركه سامحني اسلام رياض محرز شنو قال؟ قال تونس نجم تدومينيها معناتها في الماتش ما تنجمش تربحها معناتها عبيد عبيد جاي تحب تربح الكوتر احنا ما حكيناهمش هكذا احنا بالنسبه لنا احنا جوالتنا بارتياميكا لان تصور المغرب الجزائر كان تقابلنا في تقابلنا بقدره ربي في البارتي اوفيسيال ما نتصور ما نربحوها نتصور هكا كل شيء واضح خاطر احنا نخدمك الروح هذيك شكرا لك يعطيك الصحه نمشيو للتليفون الموالي معنا انور انور اهلا بيك مرحبا اخويا اسلام اهلا وسهلا اخويا شنو الامور؟ الحمد لله من نتكلم فينا انو؟ مستير مرحبا بك انور وتحيه لكل المستمعين في المنستير تفضل انور عايش والله نحب بكري سمعتك تحكي مع انيس العياري وانت تقول له معناها بالنسبه للكبير معناها انت مع رحيل ولا ها ولا لا هاي. ايه هو سنتر لك وانت ما رجعتش ما هو ديجا هو الكبير هو الكبير بالنسبه للكبير راهو تنحى راهو اسمعني انا ورقته مازالت ما وصلتوش شنو عندك معلومات خويا مقرب من الجامعه شنو؟ تنحى من الويكاند ما يقعد يطلع اخبار تنحى بالنسبه للكبير تنحى وهو بالنسبه للكبير ما تكلمك الكلام هكا باكل اجريسيفيتي هكي كان عارف روحه من ناحيه راهو هذا اذا كان بالنسبه اونترينور باش يقعد ما يحكيش بالكلام هكا راهو خاطر ديجا وبالنسبه راهو احنا كيما نقولوا باش نجيبوا نقولوا اونترينور تونسي شو بدي يعرف جو الجوارات بالعكس لازمنا نجيبوا اونترينور اترونجي باش يعرف جو الجوارات خاطر شنو هما فاهم هما بالنسبه اللي يلعبوا لنا كلهم عقليه الناس مولوده لبرا وتوانسه وكل انا لازمنا نجيبوا لهم اونترينور اكثر من نحتاج اونترينور اترونجي على خاطر ديجا احنا الجوارات الكل معناها عايشين لبرا بروفيسيونيل بالنسبه انا متفائل بالنسبه للجوارات راهو ظل لي عندنا احسن جروب عندنا بر عندنا زين ربي بالنسبه لكاليتي جوار صراحه كبار على المنظر الكبير مع احتراماتي ليه انا يلزمهم اونترينور ولازم يكون ادجوان تونسي اي انا نجم يكون الدريدي نجم يكون الدريدي. مثلا الاترونجي راه بصراحه خاطر فما جوارات وفما كاليتي انا لازم تعرف توظفهم راه بصراحه الكاليتي نشوفهم لجوارات وكل شيء كاليتي بصراحه ممتازين واحنا عندنا فما حاجه ضرتنا احنا نتاع الاسبيرونس كانت تسمول في الاكيب ناسيونال بسبعه ثمانيه جوارات ولا تسمول في الاكيب ناسيونال نتاع الجزائر بسبعه ثمانيه جوارات معناها بالجوارات صراحة هذيك يلزموا نحياها بالنسبة للجوارات المغاربة يتحسبوا توانسة صراحة أنا ولات اسمعوا له صحيح ولا وصلت لسبيرانس تلعب بزوج جوارات وجول توانسة وبقية ديريا واليابا مين باش تسمعوا لهم أنت هونك تراسوهم ما هو ما ظلموا حد بالنسبة للبطولة ما ظلموا حتى جوار كيما هزوا شي ما فما حد يستاهل معناتها حتى الجول بصراحة معناها معز حسن حتى كي يبدا معناها ما يلعبش حتى يكيب هو والله هو الحق معز حسن عاد ثلاثة ماتشات محترمين معناها معناها بصراحة من غير ما نتحاملوا على حتى حد بالنسبة للمعز حسن يلزمنا نخدموا عليه هو زايد واحنا بالنسبة لي علاش نلوم على منظر الكبير بصراحة في ثلاثة ماتشات نورمالمون 80% 80% من الكيب تبدا موجودة واضح تتطلب على 20 25% أما شنو هذه كل يوم أنا يا محمد خلي العباد تتكلم شوية معاك يا محمد خلي شوية العباد اللي مازالوا قلت كل شيء تقريبا يعطيك الصحة شكرا لك محمد من المنستير تحية لكل المساجدية ولكل مستمعينا في الساحل نمشيو نزار معنا بالتليفون نزار أهلا بيك مرحبا بيك سليم يعطيك الصحة مرحبا بيك من تتكلم فينا نزار من نيس من فرنسا من فرنسا مرحبا عايشك نزار تسمع فينا كيفاش بالستريمينج من السيت كيفاش تتبع فينا نسمع فيكم ستريمينغ ساعات أغلبية الوقت وساعات كي تبدا فما معناها موضوع انتريسون تابعوا على الباج تاع الفيسبوك أغلبية الوقت. مرحبا بك نزار تفضل يعيشك. والله شوف باش نحكيو برشا على حكي على الكيب ناسيونال لازمنا برشا وقت باش نحاول نختصر باش نخلي كيما قلت انت وقت العباد الاخرين. اللي صاير في الكيب ناسيونال صار قبل ومش اول مره تصير لنا حاجات كيما هكا اللي نشوفوا الكيب ناسيونال معناها ما
ما بكل كل احتراماتي ما يشرفش، مش على خاطر ما فيش جوارات باهين، على خاطر السياسة اللي تتعامل بها الجامعة والإطار الفني والجوارات تخليك ما تشوفش كيباسيون اللي تحب تشوفها أنت. كي شفنا الجوارات الجدد اللي جاوا ولينا نشوفوا عنا جوارات في جمعيات كبار، أرسنال ومانشستر يونايتد واليوفي، برشا عباد اللي كانت بعيدة على الكيب ناسيونال رجعت تتفرج في الكيب ناسيونال، ولا تحب تتفرج في الكيب ناسيونال وتستنى في ريزولتا. خيبة الأمل الكبيرة اللي صارت، خاطر مش أول مرة نحن نخسروا ماتش، وصلنا خسرنا في رادس أربعة، ما صارناش الإحباط اللي صارنا المرة هذه، خاطر برشا عباد عطات أمل كبير في جوارات اللي جات وفي السياسة اللي عملتها، ولو إني أنا عندي برشا افترازات على السياسة بتاع الجامعة، أما مع الكيب ناسيونال الحقيقة ما خلت ما عملت، وفرت كل شيء، جابت جوارات حتى حد ما كان يتصور، مسكناهم الكيبات كبار. فهمتني؟ أما التعامل مع التربص هذا تعامل خايب ياسر، يعني مع كل احتراماتي سامحني في الكلمة، ندير وكالة ليكيب ناسيونال. هاو اللي مساكني خرج سواليزون مضروب، هاو فرجاني ساسي زعما زعما مضروب، وهو مشى يجري على الفلوس وعلى ما على التصحاح نتاع كونترا جديد، الخزري كيف كيف، اسمه ديلان برون كيف كيف، الجوارات اللي موجودين غاديك الصغار اللي جاوا اول مره، شنو اللي ما تحب تعطيه لك؟ كيفاش تحب نهار اخر يعطيك ولا نهار اخر عادي جدا؟ معناها تتصور انه نهار اخر واحد كيما المجبري ولا الديفونسور نتاع نتاع الارسنال يقول لك لا مانيش باش نجي، ينجم يرفض الحضور كي يشوف جوارات معناها نرجعوا تو ليكيب ناسيونال اللي صار في ماتش الجزائر، اللي صار في ثلاثه ماتشات لاميكال هذوما. ليكيب ناسيونال ما اقنعتش في حتى شيء. منبر الكبير ميم سي عنده ارسنال كبير نتاع جوارات كان نجم يوظفهم بطريقه ما خير من هكاك، الى جوي لا ديفونس بيرمون نزار. تو برشا متحاملين باش ما نكونوش متحاملين برشا على المنبر الكبير، تو البيلون نتاعو بوزيتيف برشا، راه عمل 14 مقابله مع المنتخب، هزيمه وحيده مع الجزائر بطل افريقيا، لعب مع كرواتيا، لعب مع الكاميرون، لعب مع منتخبات محترمه. كرواتيا كي لعب لها ماهيش كيب تيب، كاميرون كي لعب لها جوارات اللي بهم الفايده الكبار ما حضروش، دونك وقتها نتذكر بالكدا الفالور مارشوند نتاع ليكيب اللي كنت على الكيب نتاع الكيب تاع تونس في الماتش هذاك، معناها كنت فالور ماشون تاع الجوارات الموجوده في التيران تاع تونس خير نتاع الكاميرون. الجزائر جاتك خاطر عرفت الدربي، جايه خاطر تحب ماهيش مقتنعه بالكلاسمون فيفا، جايه حابه تثبت للعباد الكل اللي راني انا ما نجمش كاتريام ولا سانكيام في الكلاسمون تاع فيفا. جات حابه تثبت هذاك واثبتته. الجزائر راهو بلغه البوكس حصرتنا في كوره معناها، والناس الكل تحكي اللي تحسنت ليكيب ناسيونال في الدوزيام ما تحسنتش. سيتي جوست معناها الجزائر سخفت على ليكيب ناسيونال وما حبتش تتلعب الدوزيام ميتون. على اي في تي باش تعمل معناها كاتاستروف كبيره، معناها مهزله في ليكيب ناسيونال، بروف انه الجوارات الكل ما حبوش من بعد يصرحوا، والتصريح الوحيد معناه تحيه تونس، معناها بلغه اخرى رانا ما حبيناش نوجعوكم، او كاسنين بلاش في الميتون وكوريناكم اللي نحن راهو اقوى منكم يزيك هاو. نرجعوا لتالي تو نلعبوا ماتش وين نورمال ونعملوا دي شونجمون وكل شيء. كي تشوف انت الماتش الاخراني كونتر مالي اللي وصل البارح، اللي بالحق واحد تخلق كي شاف التشكيله. تشكيله بندر الكراير يلعب في رادس كونتر ايكيب ماهيش كلاسي من 10 الوالا، يجي يلعب لك 5-4-1، معناها الراجل اللي لعب لك براتيكمون 9 جوارات وواحد اتاكون اللي الى حد الان مازال ينبا بخوفي اونكور لا فالور بتاعو، ميم سي نتصوروا نهار اخر باش يولي الاتاكون نمر واحد في تونس خاطر ما عندناش. الاشكاليه الكل انه باش تفهم اللي انت لعبت ديفونس كونتر ايكيب جايتك في رادس، انه وقت صارت الورقه الحمراء الديسبوزيتيف تكتيف تاع الكيب ناسيونال تبدل ورجعنا نلعبوا 4-2-3-1، ووقتها ولينا وانا ديفلوبي ان بو دو جو كل شيء، ولو انه تربح واحد بلاش في الدقيقه 94 كونتر ايكيب ناقصه براتيكمون ساعه وربع، سي با نكسبلوا في بلادك معناها. فهمتني؟ دونك بالنسبه لي انا ميم سي لو بيلون سير لو بابيي وسير لو بابيي ومعناها بلي ستاتيستيك بيلون بوزيتيف نتاع الماتش الكبير، مي اوني تخي تخي لوا من اللي تنجم تعطيه ليكيب ناسيونال، معناها كانك انت عندك كرهبه باهيه حاط فيها موتور تاع سونتروا تحب تمشي بها لبعيد. يعطيك الصحه، شكرا لك نزار على دخلك معنا. نمشيو للمستمع الموالي معنا علي. علي اهلا بك. عسلامة خويا سليمان. سليمان سليم كيف خويا سليم سليم شنو الامور لاباس؟ الحمد لله شحالك انت بخير؟ الحمد لله. منين تكلم فينا علي؟ يعطيك الصحة على البرنامج المزيان تعمل فيه. ربي يفضلك. منين تكلم فينا علي؟ من القروان اخويا.
مرحبا بيك علي وكل مستمعينا في عاصمة الأغالبة، تفضل علي. وبيك أكثر. والله أنا حبيت نحكي على المنظر الكبير. الحقيقة أنا راه ماهوش رجل مناسب في المكان المناسب. تقريبا إجماع من الناس الكل اللي كلموا فينا، تقريبا الكل إجماع على أنه المنظر الكبير تقريبا ماهوش في يزي معنا. تفضل كامل علي. فوالا أي فوالا كما تشوف عندي فما تسايب في الإكيب ناسيونال. نشوف الفرجاني اسمه هو فرجاني كيفاش خرج، نشوف المساكني وهب الخزر كيف ما فماش ديسبلين في المجموعه، حتى هو عنده تناقضات في روحه. يعني انت كتشوف انت حارس معاذ حسين ماهوش يلعب في الفريق نتاعو عنده عام وتلعبوا اساسي، شنو النساج اللي عطيه للجوارات فهمتني؟ وكتعيط لزوز حراس معناها من فريق واحد كيف شنو النساج اللي عديته؟ الحقيقة فما برشا نقوذات راه، وكيجي يسألوه يقولك لا والله نحمي في الجوارات، كاين تحت في الجوارات، اش فيك ما عيطش للشواط تحميه زاد، الشواط ماهوش في مكان في ليكيب ناسيونال، تعيط له تحميه. ناس فرض وناس سنة معناها. صحيت فوالا اي، تعيط له تحميه تعطيه الكونفيونس، حتى كان ما يلعبش يحس بروحه عنده كونفيونس. ما يا خويا ما فماش، فما سياسة الميكيلين والمكتب الجامعي يحبوا واحد قد يديهم. ومعناها كيما اللي خير اللي خير قال لي فهمتني. انا احس برايي انا ماهوش معناها ماهوش باش يمشي بينا لبعيد في الكوب دافريك العاده الانكار دي فينال وديمي في فينال ونروح فرحانين، وفي كوب دو موند كانت رجعنا مش نروح بفضيحه كيما صار مع بلجيكا مع نبيل معلول، وهذيك هي الحكايه. ان شاء الله عليك ان شاء الله عليك. على جديد لا على الشيء اللي ماشيين فيه تو هذاك هو جوالات تحسوا فيهم مسيبين ما فماش ما فماش ما فما حتى شيء. كتفرج على المشويات اللي تعداو ما فما حتى شيء. واضح. يعطيك الصحة. يعيشك يرحم والديك. شكرا لك علي على تدخلك معنا. هكا نكملوا فاير بلاي اليوم. شكرا لكم مستمعينا على تدخلاتكم وتليفوناتكم، على غالب ما نجمناش ناخذوا الناس الكل، برشا تليفونات وصلن. شكرا لثقتكم، شكرا ايضا من السيسي في الاخراج، تقوى مديوني في الاخراج الرقمي، يستقبل طيبا مكالماتكم، نحيوه يعطيها الصحه تقوى ايضا. اجمل تحيات اسلام المتنبي.